فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج كما هو ظاهر ومبين على الشاشة أمامكم الآن. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفقه سليمان فقهني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. عندي الأخت هند من العراق سألت مجموعة من الأسئلة، أجبنا عن سؤال واحد بالأمس، ضاق الوقت عن البقية. تقول في السؤال الثاني بأن حبست حشرة صغيرة، تقول حتى ماتت، تقول يعني حشرة ذكرت هي حشرة حتى ماتت، هل عليها شيء؟ لا، ما عليك شيء أخت الفاضلة. بالنسبة للحشرات يجوز قتلها، فلو حبستيها ما عليك شيء في هذا. هن تسأل يقول هل يجوز أن أقول الله أكبر بعد دعاء الاستفتاح أم قبله؟ يا أختي هند بارك الله فيك، ما أدري ماذا تقصدين بقول الله أكبر. عندنا التكبير في الصلاة على قسمين، تكبير ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به، وهي تكبيرة الإحرام، تقول الله أكبر في بداية الصلاة، ما تنعقد الصلاة إلا بهذه التكبيرة، تقول الله أكبر، فليس قبلها شيء، الذي قبلها النية في القلب فقط، تقول الله أكبر ثم تقولين دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح ما يقال إلا بعد تكبيرة الإحرام. وعندنا التكبير ما يسمى التكبيرات الانتقالية، يعني لما تريدين تركعين تقول الله أكبر، لما تريدين أن تسجدين تقول الله، هذه تسمى التكبيرات الانتقالية، وهذه واجبة في أصح قول أهل العلم. في أصح قول أهل العلم، من تركها متعمدا بطلت صلاته، ومن تركها نسيانا فإنه يسجد للسهو. هذا هو المقصود، ما في الدعاء الاستفتاح بعد التكبير. يا أخت هند بارك الله فيك، هند تقول هل يجوز أن نصلي ركعتين ركعتين إذا نذرت؟ يا أخت الفاضلة، هذا يرجع إلى طبيعة النذر، فإن قلت لله علي أن أصلي 10 ركعات تصلي ركعتين ركعتين، لكن إن قلت لله علي أن أصلي صلاة تصلي ركعتين فقط، ما تزيدين، لأن هذا أقل ما يطلق عليه صلاة. تسأل هند تقول هل يجوز أن نهدي ثواب القرآن للرسول صلى الله عليه وسلم أو للأموات؟ أولا يا أخت الفاضلة، لا يجوز ويحرم إهداء ثواب القراءة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك لم يفعل الصحابة رضي الله عنهم ولا أهل العلم هذا الأمر، فلا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أمهات المؤمنين ولا آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم ما كانوا يفعلون هذا، ولم يكونوا يهدون الثواب للنبي عليه الصلاة والسلام. ورسول ليس بحاجة لمثل هذا، لأن ما من مسلم على وجه الأرض يعمل عملا صالحا إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثله، الله عز وجل يثيب النبي عليه الصلاة، كل مسلم على وجه الأرض يعمل عملا صالحا ففي مقابله يكون في ميزان النبي عليه الصلاة والسلام. أما إهداء الثواب لباقي الأموات وكذا، فهذا أيضا غير مشروع، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اقرأوا القرآن واهدوه للأموات. الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يفعلون، مع لهم أموات من الآباء والأمهات والأقارب، ما كانوا يفعلون هذا، وإنما كانوا يفعلون ماذا؟ يفعلون الذي وصاهم به النبي عليه الصلاة والسلام، كان يوصيهم بالدعاء والصدق، بالدعاء والصدق. ولذلك الدعاء أفضل ما يقدمه الإنسان لميته، الدعاء أفضل ما يقدمه الإنسان لميته، وهو أسهل العبادات، سهله الله جل وعلا، وهو من أفضل ما يقدمه الإنسان للميت. الآن بعض الناس يتكلف يروح عمره، الميت اعتمر وحج، ثم تجد كل سنة يروح يعتمر للأموات ويحج عنهم، وهذا غلط، يعني يكفي إلا إذا لم يحج أو يعتمر، حج عنه واعتمر، أما إذا حج واعتمر ما في حاجة. الدعاء يكون في مثل هذه الصورة أفضل، وأنت الذي تذهب للحج وأنت الذي تذهبين للحج أو للعمرة تكسبين الأجر والثواب من الله.
هند تقول بالنسبة للمرأة تقول هل إذا يعني قرأت القرآن بين أهلها وأولادها وكذا تجهر به أم لا؟ ما في حرج، ما في حرج للمرأة أن تجهر بالقرآن بين أهلها ومحارمها، لو رفعت صوتها ما في شيء، لكن الأفضل طبعا أن يكون الصوت معتدل، لا بالصوت العالي ولا بالصوت المنخفض، وإنما تسمع نفسها، هذا هو الأفضل. هند تسأل عن آية الكرسي، تقول لماذا سميت بذلك؟ آية الكرسي طبعا أعظم آية في القرآن كما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وسميت بذلك للفظة الكرسي فيها، قال جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما إلى آخر، قال وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي هو موضع قدمين، موضع قدمي الجبار سبحانه وتعالى وتقدس، والعرش غير الكرسي، العرش غير الكرسي، الكرسي موضع قدمي الجبار الذي وسع السماوات والأرض هو الكرسي، أما العرش فلا تسأل عنه لأن الله تعالى عرشه عظيم، ولذلك وصفه وصفا عجيبا وبين بأنه جل وعلا يستوي عليه استواء يليق بجلاله، أما الكرسي فهو موضع قدمي الجبار. في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش، لأن الله تعالى قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، قال عليه الصلاة والسلام ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 سنة، مسيرة 500 سنة، ولذلك صدق الله حينما قال وما قدر الله حق قدره، بعض المساكين الضعاف الذين لا يساوون شيء يحتج على الآيات القرآنية ويعترض على أمر الله جل وعلا ويناكف النبي عليه الصلاة والسلام ويحكم عقله، حكم عقله في أشياء وكذا، ومسكين ما عرف بأنه في هذه المخلوقات وهذه المنظومة والله لا يساوي شيء، ولذلك يتجبر هذا المسكين. ملك واحد من ملائكة حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتق مخفق الطير أو مسيرة 500 سنة أو مخفق الطير 500 سنة، إذن كيف هذا واحد كيف عرش الرحمن الذي تحمله الملائكة جل الله وتعالى وتقدس؟ الكرسي وسع السماوات والأرض، تدرون ما هي السماوات؟ الآن هناك 7 سماوات، ما بين سماء وسماء مثل ما بين السماء والأرض، ما بين السماء إلى السماء 500 عام، وسمك السماء 500 عام، كل سماء سمكها 500 سنة، وما بين سماء وسماء 500 سنة. بربكم أليست هذه الآيات العجيبة تجعل المؤمن يخضع لربه سبحانه وتعالى ويستكين ويلين بدل هذا التجبر وهذا التعالي؟ أسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا. تفضل أختي أم محمد من بريطانيا. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ لدي سؤال، الحمد لله لله الحمد، عارف الجواب، بس اشتريت أكد زايد من صديقتي، ما حكم الرجل لو جاب امرأته في رمضان وهي كارهة، وما حكم يعني مرتبط فيه مش عارف الشرع قبل 30 سنة؟ كيف؟ أعيدي ما حكم الرجل اللي يأتي زوجته في رمضان وهي طيب كارهة؟ طيب اللي بعده هذا متى حصل؟ وهي جاهلة الشرع قبل 30 سنة. حصل قبل 30 سنة يعني؟ لا دحين حصل، هذا واحد حاضر واحد ماضي. ها الحاضر هي مكرهة والماضي هي جاهلة يعني مش عارفة بالخاص قبل 30 سنة. طيب أبشر يا محمد. شكرا يا شيخ. مرحبا. تفضل أم ياسين. السلام عليكم شيخ. الصوت يا جماعة. ياسين تفضلي. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ عندي سؤالين. تفضلي. شيخ كان عندي طفل هو توفى قبل 6 سنة ونص، شاف عندي مشاكل بالقلب وسوينا عملية وتوفى، قرائبنا والمقربين إلينا يقولون لما سوينا العملية كان هو لحد الآن عايش، يعني من كثر ما يلومون بي يعني التفكير ما أقدر حتى نوم أنام، أقول له صديق يعني ما سوينا العملية فأنا أسوي حق الآن، طيب قل أنتوا صوتكم سويتوا العملية،
يعني ام ياسين يقولوا لك ليش سويتي عمليه؟ يعني لو ما سويت العمليه أي. عاش، هذا قصدك يعني؟ اي طيب اي نعم. والسؤال الثاني شيخ، زوجي سمى صارت لنا طفله سماها على اسمي. اعيدي يا ام ياسين، اعيدي بس شوي شوي، لا تستعجلين بالكلام، تفضلي اعيدي. زوجي صارت لنا طفله، ماتت له طفله؟ لا لا، اسمها سماها على اسمي. ما فهمت، اعيد السؤال اختي. يصير واحد يتسمى الطفلة ماتوا على اسم امي، على اسم الزوجة، يسمي بنته على اسم زوجته؟ ايه. وبنته حية نعم. يعني؟ ايه ايه طيبة شيخ، عايش ايه. عايش ايه. طيب يسمحون عندكم، يسمحون يعني في التسجيل يسمحون في هذا؟ ايه يقبلون يا شيخ. طيب خير يا ياسين، ابشر ان شاء الله. نعم شكرا. تفضل ام يحيى من ليبيا. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمه الله. شكرا، بارك الله فيك على البرنامج. اهلا وسهلا اختي. تفضل ام يحيى. حول ولا قوه الا بالله. اعيد اتصال ام يحيى. تفضل ابو احمد. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله بخير. مساء الخير والعافيه. قبل يومين شيخنا سالت عن بخصوص دعاء الاستفتاح. ايه، فهل يقال في الروافد او السنن؟ طيب، واذا كان يقال وراء كل تكبيره احرام فهناك تكبيره صلاه العيدين اكثر من تكبيره، فهل يقال وراء كل تكبيره؟ نعم. السؤال الثاني، نعم، اذا تكرم دخلت الى الاستحمام مثلا للنظافه وانا عاري الملابس عبارة، هل يجوز في نهار رمضان؟ هل يجوز ماذا؟ الاستحمام؟ استحمام للنظافة العامة يعني. اي، وانا مجرد من الملابس يعني في نهار رمضان. اي طبعا شيء طبيعي اللي يستحم يتجرد يا اخوي ابو محمد. انا اثناء الصيام اقصد. اي عشان الصيام يعني. اي نعم. طيب يا ابو احمد ابشر. السؤال الثالث شيخنا، يقول الله تعالى في سورة الكهف: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، الآية، وما معنى مجمع البحرين؟ طيب يا أخي أبشر. السؤال الثاني لو كرمت عليه، يقول الله تعالى أيضا في نفس السورة: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. المقصود هنا العبد الذي التقى سيدنا موسى عليه السلام. أبشر يا أبو أحمد أبشر. ولو تعرف علي آخر سؤال في نفس السورة، الله تعالى يقول في وقال يا ذا القرنين إن يأجوج وماجوج مفسودون في الأرض، إلى الآية، فمنهم هذا القوم ومن هو ذا القرنين؟ جزاكم الله خير. طيب يا أبو أحمد أبشر. أجزاك الله. تفضل فاتح. السلام عليكم يا شيخ، كيف حالك؟ السلام وبركاته. سؤالي بسيط بس، أنا بشتغل في شركة طيران هو في دبي. نعم. ويعني أنا يوميا عندي رحلات لدول أخرى، يعني يوم أصوم يوم قصير ويوم أصوم يعني يوم طويل، خصوص الزكاة، يعني فرج نفس الزكاة التي قصدك يعني أخوي حاتم، قصدك أنك تصوم يوميا يعني في الرحلات هذه؟ إيه أصوم يوميا، يعني ممكن يوم يعني يوم أصوم يوم قصير يعني 14 ساعة. اي يعني يوم اخر يعني لما اروح على بنغلاديش ولا اي دوله اخرى اصوم، يعني اليوم يكون قصير، عدد ساعات الصيام تكون قصيره. كم يصل تقريبا؟ والله يعني ما عندي وقت محدد، بس يعني تستند على الوقت اي دوله. لا لا، بس انا من باب الاستفاده فقط، ولا السؤال الجواب لكن اسال كم تقريبا؟ 10 ساعات مثلا او اقل؟ يعني تقريبا احيانا 10 ساعات، احيانا اكثر من 10 ساعات. يعني طيب احنا عندنا رحلات استراليا. طيب يا فاتح، هذا فضل الله عليك. طيب ابشر. نعم تفضل ام احمد بريطانيا. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ عندي حوالي 7 اسئله لو تسمح بها، احاول اختصرهم بسرعه. اي والله استعجل اختي ام احمد بسرعه. يا شيخ السؤال الاول، يعني اشتري الذهب من مهري قبل 15 سنة. اي
تسمعني يا شيخ؟ اي معك معك، تفضلي استعجلي. والذهب هذا احيانا ما البسه، انا قلت لزوجي خذ الذهب هذا بيعه اعمل به صدقه جاريه واني عايشه ولا واني ميته. اي واذا اذا ما عمل به صدقه جاريه اسام يعني لما الى يعني انا مش انذرت نذر بس قلت اذا ما يعني صدقه نعمل به صدقه جاريه لو ما نشتري الذهب. طيب السؤال الثاني. والسؤال الثاني يا شيخ، احنا هنا تانا ببريطانيا يعني نمشي على التقويم مختلف ما بين مسجد ومسجد، يعني يبدا صلاه الفجر الساعه 3 وعشر دقائق واحنا نمسك الساعه 3، هل هذا جائز؟ طيب والمغرب يقول الساعه 9:30 زي دقيقه او دقيقتين، هل على اثنين يا زي دقيقه او دقيقتين بالاختلاف؟ طيب السؤال الثالث. والسؤال الثالث في عندي اخت صديقتي ساعة غضب حلفات قالت إن على أبي فهمتني لعنت أبوها يعني. أبعد الولد شوي عنك لأني ما أسمعك، أبعد الولد عنك شوية الله يصلحه ويخلي لك يا رب. في صديقتي قالت أو هو أبوها ميت يعني حلفت ساعة غضب قالت إن على يعني لعنت أبوها. أعوذ بالله، أعوذ بالله. حلف يعني حلفة هذه. هذه مو بحلف، لعنها. هل ماذا عليها يعني كفارة أو شيء؟ طيب أعطينا السؤال الرابع. السؤال الرابع يا شيخ، في واحدة يعني حلفت بس ما تعرف كم حلفت يعني كم عليها يعني حلف كفارة يعني كم تكفر حق الحلف، ما هي دارية كم يعني الحلف اللي حلفته يعني كم 10-20 مثلا؟ في واحدة والله ما أدري، هي عندها أصلا حالة نفسية يعني ما تذكر. الحين يوكلونك حالة نفسية. أنت يوكلونك بالأسئلة؟ أيه في أختي يعني صديقتي. أيه اي بس لازم تسألينا تقولي لنا كم مره حلفتي، توقعي كم 10-20-15؟ طيب ايوه قالت ما اذكر خالص قالت. طيب اعطيني الخامس. وفي اخت يعني كانت حامل برمضان ورمضان يعني لا يعني وضعت برمضان ورمضان الثاني كانت حامل ما صامت، يعني ماذا عليها صيام كفاره ماذا عليها تسوي؟ طيب خلاص. و يا شيخ في سؤال يعني أنا أحيانا أقيم الأولاد صلاة الفجر يعني ما يقوموا، أرجع معي طفلة رضعه ونام أقول زوجي قيمهن أحيانا ما يصحوا، هل علي إثم؟ طيب يعني يا أم أحمد أبشر إن شاء الله أبشر. في سؤال آخر. لا خلاص يكفي. شغل بمحل يعني ستة أسئلة. خلاص هذه ستة أسئلة يكفي. مع زيد. تفضل يلا فقط. يلا واحد يلا. زوجي يشتغل محل يعني شيبس وبيقة وهذا يعني أحيانا نروح بأكل للبيت يعني هذا أحيانا المطعم يكون مش موجود، هو مش يعني مش ممنوع بس يعني المطعم يكون مش موجود المسؤول يكون موجود، يعني لو ما أخذوا هذا الطعام للبيت بيرمقوا بها القمامة، هل هذا جايز ناكله مش حرم علينا؟ طيب يا أم أبشر يا أهلا وسهلا مرحبا. سارة تفضلي. سارة ألو السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت بس عندي سؤالين. تفضلي. أنا أمية ما أعرف أقرأ يعني. أي. وبس يعني تعلمت شوي القراية يعني، بس أمسك كلام الله يعني أقرأ بس مو فاهمة يعني شو الكتابة يعني. أي. بس هذا السؤال. وسؤالي الثاني، أنا بصلاة التراويح ويعني أصلي ورا التلفزيون عادي. أي دولة هذه تصلي وراها؟ شارجة. طيب يا سارة أبشر. أوكي. الله يزيدك حرص يا سارة يبارك فيك وفي جميع المسلمين. طيب أرجع إلى الأسئلة، عندي مجموعة كبيرة من الأسئلة. طبعا بالأمس أم عيسى من أمريكا سألت سؤال، تقول لما كلما أسافر أخذ معي مصحف وكتب أدعية وكذا وأضعها في الشنطة، تقول أحيانا أضطر إلى دخول دورة المياه المرحاض والمصحف في داخل الشنطة، ماذا أفعل؟ يا أختي أم عيسى، نص العلماء على حرمة إدخال المصحف إلى قضاء الحاجة أو إلى المرحاض ليقضي الإنسان الحاجة، ما يجوز الإنسان أن يدخل المصحف معه، ولذلك أنا أنصحك بأن تضعينه برا، تشوفي أي وسيلة تضعينه برا، عند الكاونتر برا، عند شخص يعني مثلا، أو امرأة تنتظر تضعينه عنده. حاول ألا تدخلي القرآن معك إلى دورة المياه، احرصي قدر المستطاع يعني لا تدخلين بالمصحف إلى دورة المياه. أم محمد من بريطانيا طبعا هي تقول أنا أعرف الجواب، يعني ما أدري سألت هي تقول لكن من باب الاستفسار
تقول ما حكم الرجل الذي يجامع زوجته وهي كارهة؟ طبعا الجماع مفسد للصيام بالنسبة، إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان فهو مفسد للصيام، وأيضا عليه الكفارة المغلظة، كفارة الظهار هذه اللي هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. أما المرأة فإذا كانت مكرهة، يعني غصبها أكرهها سلبها رضاها، هي رافضة هذا الشيء، فما ما عليها شيء. بعض العلماء يقول يتحمل زوجها الكفارة، تكون عليه كفارتين، والصواب أنه ما يتحمل عنها، لكن عليه هو الكفارة مع التوبة والاستغفار. الذي حصل قبل 30 سنة يا أم محمد، حصل جماع في نهار رمضان، إذا فعلا هذه المرأة جاهلة والرجل جاهل ويعذرون بهذا الجهل، يعني في مكان فعلا ما يفقهون هذه الأمور ولا يعرفونها، ما عليهم شيء، لأن الله تعالى رفع الإثم والحرج عن مثل هذه، عن من يكون بمثل هذه الحالة. أما إذا كانوا يعرفون وعندهم طرف خبر فهذا لا يجوز، والكفارة في ذمتهم، ما زالت الذمة مشغولة بالكفارة، يجب عليهم أن يكفروا عن هذا الفعل الذي حصل قبل 30 سنة. أم ياسين من العراق تقول كان عندها طفل صغير جدا وعنده مشكلة في القلب، تقول أجرينا له عملية وتوفي في العملية، تقول الناس يلومونني يقولون لو ما وديتي العملية يمكن يعيش، موته كان بسبب العملية. يا أختي أم ياسين بارك الله فيك، هؤلاء الذين يقولون لك هذا الكلام يحتاجون حقيقة أن يتعلموا الإسلام، وأن يتعلموا كيف يتوكلون على الله ويعتمدون على الله، وأن يتعلموا القدر ويؤمنوا بالقدر الذي هو قاعدة الإسلام، قاعدة الملة، أن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله جل وعلا. هذا الأمر الذي يقول لك سببه الجهل بدين الإسلام، سببه عدم معرفة التوكل على الله جل وعلا وتوفيض الأمر إليه. فأنت يا أختي الفاضلة، ابنك هذا والله لو كان بصحة 100% ما عنده أي مشكلة، ثم الله إن والله قدر عليه أن يموت، والله لمات على فراش أبدا، ما يمكن، لأن ربنا جل وعلا قال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ما يمكن يتأخر ولا ثانية واحدة إذا الله جل وعلا قد قدر عليه هذا الأمر. ولأجل هذا يا أخت الفاضلة، أنت الآن لا تعيشين مصيبتين، مصيبة ذهاب الولد ومصيبة التلوم والتوجع وعدم الإيمان بالقدر، لا لا لا، اتركي هؤلاء وقولي لهم اتقوا الله جل وعلا، بدل ما يسلونك ويقولوا لك الكلام الجميل الكلام الإيماني يروحون يقولوا لك لو فعلتي وما فعلتي هداهم الله. تعلم، اقرأوا العقيدة، اقرأوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أسأل الله تعالى أن يعوضك خير، وهذا الطفل الذي ذهب سيكون شفيع لك إن شاء الله على الحوض يوم القيامة، وهو الحمد لله سيكون من أهل الجنة لأنه ما كتبت عليه خطيئة، فسيكون من أهل الجنة. واسأل الله الخيرة. أحيانا بعض الناس، في كثير من الناس يعني يتمنون الولد، فلما جاءهم الولد شقوا بأولادهم، أصبح الأولاد سبب من أسباب تعاستهم، بل كما قال جل وعلا وأما الغلام في سورة الكهف فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فثقي بالله وثقي بأن ابنك هذا ما تأخر ولا ثانية واحدة، لأن الله قدر عليه قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام أن الولد هذا سيذهب في هذه اللحظة ولو كان بصحة جيدة. ولكن احتسب الأجر وحاولي لا تعيشين هذه الأحزان، واستشرفي حياتك واستشرفي مستقبلك وتفائلي، ألا إنما بشر الحياة تفاؤل، تفاءل تعيش في زمرة السعداء، بهذا تعيشين حياة طيبة، وأيضا يكتب الله عز وجل لك الأجر والثواب على ما تقول الحمد لله. الله عز وجل ابني لك بيت في الجنة اسمه بيت الحمد، لمن أخذ ابنه وقال الحمد لله، هذا هو الذي وعدنا به ربنا جل وعلا. أما هؤلاء الذين يعيشون أزمات من الجهل، أزمات من عدم التوكل، أزمات من حب الدنيا، حب الدنيا وتفسير كل شيء تفسير مغلوط مادي، فهؤلاء حقيقة ينبغي أن يعودوا إلى الله، وأن يرجعوا وأن يتعلموا العلم الشرعي، وأن يعرفوا حقيقة الحياة وحقيقة الدار الآخرة. طيب، فاصل قصير وأرجع إليكم إن شاء الله. بجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي
ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله من جديد. سؤال أم ياسين الثاني تقول: هل يصير أن يسمي الزوج ابنته على اسم أمها؟ يعني زينب، زوجته زينب يسمي بنته زينب مثلا، يجوز؟ يجوز، ما فيها شيء، لكن حقيقة هذا يعني ممكن أنه يسوي إرباك في البيت، ولذلك أنا ما أنصح. يعني ما أعرف عن الناس أنه الأم اسمها زينب والبنت زينب، الأم اسمها عائشة والبنت اسمها عائشة، يعني ما أدري. هو من حيث الجواز جائز والحمد لله، لكن أنا ما أنصح فيه، لأن هذا يحدث ربك بين الناس، ولا أعتقد أن الجهات الرسمية تسجل الاسم بمثل هذا، مع أنك تقولين يجوز أو يسمحون بهذا. أبو أحمد من عجمان بارك الله فيه سأل عن مجموعة أسئلة، يقول: بالنسبة لدعاء الاستفتاح الذي شرحناه قبل أيام في الفرض، يكون في النفل؟ نعم في النفل أيضا وفي الفرض، وهو سنة. دعاء الاستفتاح سنة، لو تركه الإنسان صلاته صحيحة، لكن لا يترك الإنسان السنن. طيب أبو أحمد يقول: طيب وفي العيدين فيها 7 تكبيرات أو 6 تكبيرات، ماذا نفعل؟ أخوي الفاضل، التكبيرات هذه الزوائد في العيدين هذه مستحبة، ما يقال بعدها دعاء الاستفتاح. أهم شيء التكبيرة الأولى، يقول الله أكبر، هذا الإمام في تكبيرة في صلاة العيدين يقول الله أكبر، ثم يأتي بدعاء الاستفتاح بعد قول الله أكبر، ثم بعد ذلك يكبر التكبيرات يسمونها الزوائد هذه والتكبيرات السنة، الله أكبر، ما يذكر بعدها شيء. بعض العلماء يقول يأتي بذكر بينه وبين نفسه: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر مثلا، لكن ما ثبت عن نفسه، قال الله أكبر الله أكبر وهكذا، ولا يأتي بشيء بعدها، والله تعالى أعلم. أبو أحمد يسأل يقول: إذا دخلت الحمام للاستحمام للنظافة وأتعرى، طبعا يقول يتعرى في الحمام، هل هذا يؤثر على الصوم؟ لا، ما يؤثر يا أخي على الصوم، بارك الله فيك. ما في بأس الإنسان يستحم ويتعرى مثلا أو يغوص في البحر، كل هذا جائز والحمد لله، ولا يؤثر على الصوم، أهم شيء لا يدخل الماء إلى الجوف. أبو أحمد أيضا يسأل عن قول الله جل وعلا في سورة الكهف: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. يسأل عن مجمع البحرين، ما هو يا أخي الفاضل؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم من أهل التفسير. قيل طبعا مجمع البحرين هو مكان، قيل بأنه مكان في 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 ناحية من نواحي الأرض، هناك ملتقى البحرين، وقيل بأن ملتقى البحرين هو المنطقة التي فيها الآن في الساحل الخليجي، منطقة البحرين قيل بأن هذا هو الملتقى الذي وجد فيه موسى الخضر عليه السلام، قيل بأن هذا هو المكان، وذكرت أقوال كثيرة، لكن الذي في البخاري فيما يظهر والله تعالى أعلم في شروحات البخاري أن هذا هو الأقرب إلى تفسير الآية. أيضا يسأل في قول الله تعالى: فوجد عبدا من عبادنا، يقول من هو العبد هذا؟ هذا هو الخضر عليه السلام، الخضر عليه السلام وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل، وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل يوحى إليه، لأن معلوم بأن الأنبياء في بني إسرائيل كالعلماء في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فهم كثر لا يحصي عددهم إلا الله، وقد يبعثهم الله لأنفسهم، ولذلك الخضر نبي له شريعة مستقلة عن شريعة موسى عليه السلام، ولذلك قال: عنده علم ليس عندك يا موسى. وموسى أعظم من الخضر، موسى أفضل من الخضر، لأن موسى نبي رسول، وأما الخضر فهو نبي فقط، وموسى من أعظم أنبياء بني إسرائيل، وهو أحد الخمسة من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام. والمقصود بالرجل العبد هنا هو الخضر عليه السلام، سمي خضرا قيل لأنه جلس على فروة من الأرض ثم خضر ما حوله، وهذه من يعني المعجزات أو الكرامات التي يجعلها الله جل وعلا لأنبيائه ورسله. أيضا أبو أحمد يسأل عن قول الله تعالى: إن يأجوج ومأجوج مفسدون يا ذا القرنين إن يأجوج، إلى آخر الآيات، يقول من هو ذو القرنين؟ ملك صالح، ملك صالح ملك المشرق والمغرب في قديم الزمان، ويعني أعطاه الله جل وعلا قدرة وكذا، وكان صالحا ومصلحا، قيل بأنه كان نبي، وقيل بأنه كان ملك من الملائك، والصواب بأنه ملك من بني آدم، وهو صالح ونشر الخير وأتى مشرق الأرض ومغرب الأرض أتاها ونشر العدل بتوفيق الله جل وعلا. بالنسبة ليأجوج ومأجوج أمتان من بني آدم، أمتان من بني آدم عددهم لا يحصيهم إلا الله عز وجل، يعيثون في الأرض فسادا في آخر الزمان، ثم ينزل الله جل وعلا عيسى بن مريم، ثم يحصل ما يحصل من الدجال ويقتله عيسى، وهناك يحاصرون عيسى قوم يأجوج ومأجوج.
هؤلاء يمرون على بحيرة طبرية الموجودة الآن، يشرب الأول الجيش البحيرة، ويقول آخرهم كان هنا ماء من كثرة عددهم، ويحاصرون عيسى وأتباعه من أهل الإيمان في جبل الطور، ثم يرسل الله جل وعلا عليهم النغف، النغف دود يضربهم في رقابهم فيموتون صرعا، فيرسل الله بعد ذلك طيرا تأخذ هذه الجثث إلى البحر، قيل وقيل إلى مكان مجهول والله أعلم، وهناك ينزل الله بعد ذلك ينزل الله مطرا فتصبح الأرض زلقة، ينظف المطر ينظف الله جل وعلا به الأرض بعد هذا النتن وهذه الجيف التي حصلت من هؤلاء القوم، فتعود الحياة من جديد، وتكون حتى إن الله جل وعلا يبارك في الأرض بعد ذلك ويحصل من الخيرات ما يحصل، ثم يبقى عيسى 40 سنة ويتوفاه الله جل وعلا بعد ذلك. الأخ فاتح من الشارقة يقول بأنه يشتغل في شركة طيران في دبي ويسافر يوميا ويصوم، يقول أحيانا أصوم يعني النهار قصير وأحيانا النهار طويل، ما الحكم؟ ما عليك شيء يا أخي الفاضل، وهذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. فالعبرة أهم شيء بأنك تفطر، بأنك تصوم عفوا ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولو كان لساعتين، المهم أنك تمسك من طلوع الفجر الثاني وتفطر عند الغروب لو كان ساعتين، أو أحيانا يمتد معك 18 ساعة و20 ساعة إذا خاصة سافرت إلى جهة الغرب، أما إذا سافرت إلى جهة الشرق فجزما بأنه سيكون الوقت قصير. ما في شيء يا أخ فاتح، بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يتقبل منك. أم أحمد من بريطانيا ما شاء الله سألت 7 أسئلة، تقول اشترى الذهب من مهرها، وتقول ما لبسته، وقالت لزوجها تصدق به واجعله صدقة جارية. تقول لو الزوج ما فعل هذا هل علي إثم؟ الإثم على زوجك، أما أنت ما عليك شيء، فأنت الآن يا أختي أم أحمد الآن طلعي صدقة جارية، إذا كنت متخوفة لماذا تتركين بعد وفاتك؟ الآن طلعي صدقة جارية، ابني في مسجد، احفري في بئر، اطبعي في مصحف، الآن الحمد لله ما دمت في ساعة المهلة، وليش تأجلين هذه الأمور؟ خاصة أنك إذا قدر الله وانتقلت فستكون هذا من الورثة، أنت من الآن افعلي الصالح وابذلي الخير. أم أحمد تقول في بريطانيا نمشي على التقويم، أحيانا يزيد دقيقة دقيقتين، ما في شيء أخت الفاضلة، يعني أحيانا بعض التقويمات أو التقاويم هذه يضعون زيادة دقيقة أو دقيقتين من باب الاحتياط، خاصة في المناطق التي فيها إشكالات في غياب الشمس مثلا يشكل على بعض الناس وكذا، ما في بأس، وحاولوا أن تحتاطوا لكن لا تبالغون، ما يجلس واحد 5 دقائق و10 دقائق، لا ما تبالغون، ولكن افطروا على التقويم الثاني اللي يزود دقيقة أو دقيقتين مثلا. تقول أم أحمد بأن أخت صديقتها قالت يعني تقول حلفت، قالت استغفر الله، قالت لعن أبوها أو شيء، تقول هل هذا مو بحلف، هذا لعن يا أم أحمد، هذا لعن، نعوذ بالله، عليه أن تتوب وأن تستغفر وأن تدعو لوالدها، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، إذا كان حيا اللهم أطل عمره على طاعتك، اللهم وفقه للخير، هذا ما يجي، هذا ذنب عظيم، ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذي، كيف تقول هذا الكلام أعوذ بالله، تلعن أبوها، فتستغفر وتتوب، وهذا ليس حلفا يا أم أحمد. أم أحمد تقول وحدة حلفت وما تدري كم حلفت، يعني إذا كان يا أم أحمد هي حلفت بيمين منعقدة فعليها كفارة يمين، تقول والله ما أدري، تحاول أن يعني تجتهد في كم العدد، 2، 3، 5، وتحاول تكفر عن يمينها، أما إذا كانت ما تعلم تكفر مرة واحدة وتتوب إلى الله وتستغفر وتكثر من العمل الصالح، تكثر من الصدقة، لعل الله عز وجل أن يغفر لها. طيب فضل يا ليال من العراق. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ فنزح زحمه قبل الفتره سالتك سؤال بس ما سمعت الجواب لان كهرباء عندنا مقطوعه، سبحان الله اليوم عندنا كهرباء مقطوعه، فممكن تجاوبني يعني هسه؟ تفضل يا اختي، ما هو السؤال؟ عندي والدتي واخوي عندهم سكر مزمن، فما صاموا هذا رمضان، والسابق اننا رمضان السابق ما صاموا، فشو يسوون ذيك حاله؟ عندهم ايش، مرض سكر؟ اي نعم، ما صاموا رمضان، ورمضان السابق هم ما صاموا. طيب يا أبشري، طيب أبشري الآن أجاوبك، تفضل يا أحمد.
السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ بدي أسألك بالنسبة لموضوع الفطرة. اي احنا اليوم مغتربين وهنا بسوريا فرضا. اي شلون يصير ادفع عنهم ولا هم يدفعون حالهم وكم المقدار وشلون يعني اذا نفهم الموضوع هذا. طيب يا احمد ابشر ان شاء الله. الله يجزاك الخير. مرحبا مرحبا. تفضل يوسف ايطاليا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ احنا عندنا اختلاف في توقيت الفجر. كان عندنا جوج مساجد. مسجد يصلون صلاة الفجر مع الرابعة وعشرين دقيقة. أما المسجد الثاني على الثالثة وعشرين دقيقة ساعة. ساعة كاملة؟ ساعة كاملة فقط. لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن لا 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 تفضل عبد الله. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا عبد الله تفضل. انا عندي حدود 5 أسئلة. السؤال الاول البخور هل يفطر او لا في رمضان؟ طيب السؤال الثاني والعطورات هل تفطر او لا؟ نعم. السؤال الثالث انا قبل 3 سنين شفط ودخل بعضه في جوفي هل هذا يفطر او لا؟ ايش شفط؟ شفط ايش؟ ديزل. اي نعم نعم. ودخل بطنك؟ دخل جزء منه دخل في البطن وحاولت اخرجه وبعضه خرج وبعضه لا. طيب وهذا كان قبل 3 سنين. طيب السؤال الرابع الخناجر احنا عندنا يزينونها بالذهب هل هذا يجوز او لا؟ طيب والسؤال الخامس بالنسبه للعاب هذا هل يجوز انك يعني دخلها داخل بطنك ما دمت صايم او لا؟ يعني تبلع قصدك؟ انقطع. طيب فقط. طيب يا ليال من العراق لان كون ينقطع الكهرب عنده. يا اخت الفاضله بالنسبه لوالدتك واخوانك اللي يعانون من السكري وما استطاع يصومون اطعموا عن كل يوم مسكين رمضان الماضي ورمضان هذا كل يوم اطعموا مسكين اذا كنتم مستطيعين وقادرين. إذا كنتم غير قادرين على الإطعام ما عليكم ما عليهم شيء لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. والإطعام هو بعض الفقهاء يعني يحدده بتحديد معين ولكن الصواب هي وجبة مغذية لفقير أو مسكين. يعني لو العشاء مثلا أو غدا بعد رمضان مثلا والآن أفضل طلعون الكفارة هذه الآن أفضل يا أخت ليان. أرجع لأم أحمد والأسئلة تقول في أخت حامل في رمضان وتقول أخت وضعت في رمضان الماضي والآن حامل في رمضان هذا ماذا عليها؟ ما عليها شيء تفطر والحمد لله إذا كانت ما تستطيع الصيام وتقضي بعد ذلك الأيام الماضية كلها ليس واجبا أن تسردها سرد ما في بأس أن تصوم من كل أسبوع يومين أو 3 ما في بأس تفطر الحمد لله. أما إذا كانت قادرة على الصوم تصوم والحمد لله ما عليه شيء. أم أحمد تقول أوقظ أولادي في صلاة الفجر ولا يقومون وقل لزوجي أنه يوقظهم وكذا فلا يقومون هل عليه إثم؟ ما عليك إثم أنت لك الأجر يا أم أحمد أنت لك الأجر والثواب على هذا الجهد وعلى هذه الروح الطيبة وعلى الحرص على الخير أنت لك الأجر. الذنب عليهم إذا تعمدوا أما إذا ما تعمدوا ما عليهم شيء. سؤال أم أحمد الأخير تقول بأن زوجها يعمل في مطعم ثم يأتي ببعض الأطعمة إلى البيت تقول لأن هذه الأطعمة سترمى إن لم تؤخذ فماذا عليه؟ أظن أن أجبت عن هذا السؤال يا أم أحمد أظن من عندك أو من غيرك قلت لك أولا لابد من استئذان صاحب المطعم والأمر الثاني هل القانون يسمح بهذا أم لا لأن أحيانا هذه الأشياء لها يعني مسار آخر فإذا كان يسمح صاحب المطعم وترتبون الأكل ويأخذ البيت ما في شيء بدل ما يرمى. أما إذا كان لا ما يسمح فيلتزم زوجك ولا يدخل على بيته مثل هذا الطعام. سارة من الشارقة تقول بأنها أمية ما تعرف القراءة وبدأت تتعلم شيئا فشيئا تقول أقرأ القرآن وما أفهم بعض الآيات ماذا علي؟ يا أخت سارة أسأل الله تعالى أن يبارك فيك وأن يزيدك حرصا وأنت على خير واستمري على هذا بارك الله فيك ولتعلمي بأنه لا يشترط لقارئ القرآن أن يعرف كل شيء مو بشرط
أهم شيء تقرأين أنت، وبعدين حطي مسجلة عندك وحاولي تسمعين القراءة، هذه يعدل قراءتك ويصححها بإذن الله تعالى. وإذا إن شاء الله تعلمت القراءة وبعد ذلك تشترين تفسير وتقرأين فيه، وإذا ما عرفتي لمعنى آية وتحبين تعرفين معنى اسألي أهل العلم أو أحد اللي في البيت عندك يشترون تفسير ويقرون يقرؤون فيه بإذن الله ويعلمونك. سارة تقول بأن تصلي التراويح وراء التلفزيون، ما الحكم؟ ما يجوز يا سارة بارك الله فيك، ما يصلي وراء التلفزيون لا في مكة ولا في المدينة ولا في الشارقة، ما تصلين وراء التلفزيون، تصلين لوحدك، لكن يجوز تتفرجين على التلفزيون، تتفرجين على الصلاة، لأن في انقطاع بينك وبين المصلين، في انقطاع في مسافة. ومن شروط صحة الاتمام اتصال الصفوف، أنت غير متصلة الآن في الصفوف بارك الله فيك، وصلي أنت لوحدك في البيت وقوم الليل وتؤجرين على ذلك. أحمد بن أبوظبي ليال طبعا نجبناها ليال، أحمد بن أبوظبي يسأل عن الفطرة، يقول نحن مغتربين وأهلنا في سوريا ماذا نفعل؟ يا أخي الفاضل أحمد، اللي في سوريا يطلعون زكاة فطرهم هناك وأنتم تطلعون زكاة فطركم هنا، لأن زكاة الفطرة تتبع البدن، وين ما كان البدن تدفع. تقول والله الأهل في سوريا محتاجين وكذا، المحتاج ما عليه زكاة فطر، الناس يعطونه زكاة فطر، فإذا كانوا محتاجين وما عندهم قدرة على إخراج زكاة الفطر أنت حول لهم من هنا حول لهم من هنا زكاة الفطر، لأن هذه حاجة، وللأصل الإنسان يخرجها في المكان اللي هو فيه. أما إذا كانوا محتاجين هم يجوز نقلها إلى البلد. يوسف من إيطاليا أعتذر منك لأني ما فهمت حقيقة، أما اللي ذكرته هذا كلام خطير جدا، ما يمكن أبدا ولا يتصور أن الإنسان يصلي الفجر وبعد ساعة يصلي شخص الفجر مرة ثانية، ما يمكن. أعد السؤال غدا إن شاء الله، حاول تتصل علي وأعرض السؤال بشكل جيد، وحاول تكون في مكان ما ينقطع فيه الصوت يا أخ يوسف بارك الله فيك. عبد الله من اليمن يسأل عن البخور يفطر، لا البخور يا عبد الله من اليمن، لا البخور ولا العطورات ولا الكحول ولا المراهم، هذه كلها ما تفطر والحمد لله، حتى بخاخ الصدر هذا ما يفطر، كل هذه ما يفطر ولله الحمد، واطمئن في هذا الجانب. عبد الله يقول من قبل 3 سنوات شفط ديزل، يقول فدخل شيء من الديزل في جوفي ما استطعت أن أخرجه. يا أخ عبد الله إذا كان يعني أنت ما تعمدت وإنما غلبك ما عليك شيء وصومك صحيح والحمد لله. عبد الله يسأل يقول الخناجر عندهم يقول يزينونها بالذهب، هل يجوز هذا أم لا؟ إذا كان يعني أشياء يسيرة ما في بأس يا أخ عبد الله، وبعض العلماء ينص على عدم الجواز ويرخصون في الذهب، لأن النبي عليه يرخصون في الفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الفضة فالعبوا بها، يرخصون في الفضة. عبد الله بالنسبة للعاب اللي ذكرت يجوز للصائم أن يبتلع اللعاب ولا شيء عليه في ذلك، الصائم يجوز أن يبتلع لعابه ولا شيء عليه في ذلك، لأن هذا من الأمور التي لا يملكها الإنسان وهي من الأمور الجائزة. انتهى وقت البرنامج، أشكر في نهاية هذا اللقاء الأستاذ المخرج مصطفى ضاضة وزملائي في الاستوديو، ولكم أنتم أيضا الشكر والتقدير والدعاء، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وإلى لقاء الغد بإذن الله، إلى ذلك حين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرة.